انتهت منافسات الأولمبياد الخاص ببرلين، ولاعبينا ولاعبتنا حققوا فيها أكتر من 30 ميدالية، وده طبعا إنجاز كبير جدا. وكنا أنا وكريم بنغطي مع حضراتكم الفترة اللي فاتت طبعا هذه البطولة. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر مع ضيوفنا. خلينا نرحب في البداية برئيس البعثة اللي كان هناك دكتور طبعا باسم محمد التهامي، وأسماء فتحي لاعبة سلة مصر في الأولمبياد الخاص. يا صباح الهنا، ومنورنا حقيقي في 10 الصبح في الأهلي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم بحضراتكم. أهلا بيكي يا أسماء، بطلتنا الكبيرة بجد، برافو عليكي وإنجاز كبير، واحنا مبسوطين بقى ان احنا نسمع منكم يعني الرحله بتاعه النجاح دي. نبتدي معاك يا دكتور باسم ونعرف مبدئيا كده يعني البطوله دي طبيعتها ايه، الاولمبياد الخاص وكانت الدنيا ماشيه ازاي، وكنا مشاركين فيها في كام رياضه، وحجم المنافسه فيها كان واصل لفين الى اخره. هو الاولمبياد الخاص هو مؤسسه دوليه بتعني برياضه ذوي الاعاقه الذهنيه. خليني اقول لحضرتك ان دي طبعا النسخه ال 16 من بطوله العالم. مصر كان ليها الحظ طبعا ان هي مشاركه ب 15 فريق رياضي في 15 رياضه متنوعه. كل رياضه منهم الحمد لله محقق انجاز كبير جدا جدا جدا. الرياضات بتاعتنا كان عندنا كره قدم، كره سله بنات، هوكي، عندنا جمباز، عندنا رفع اثقال، عندنا بولينج، ريشه طايره، تنس ارضي، تنس طاوله، فروسيه، العاب قوه، سباحه، كل الرياضات، جودو. الحمد لله رب العالمين في ال 15 رياضه دول وصل الانجاز بتاعنا الحمد لله ل 49. هي بطوله مؤهله بدورها لدوره البارالمبيه القادمه ولا مالهاش علاقه؟ دي مستقله بذاتها. مالهاش علاقه، هي مستقله بذاتها، هي مستقله بذاتها. اللجنه البارالمبيه الدوليه اللي هي هتبقى في 24 ان شاء الله في باريس بتعني اكتر بالرياضات ذوي الاعاقه الحركيه والاعاقات الاخرى، بس وفي بعض الكلاسات البسيطه خالص فيها اللي بتعتني بذوي الاعاقه الذهنيه، بس احنا الاولمبياد الخاص هو مهتم اكتر بذوي الاعاقه الذهنيه فقط لا غير. حلو جدا. اسماء بقى كنت في السله في الباسكت، يعني احكي لنا اولا انت بتحبي الرياضه دي تحديدا ليه؟ لعبتي اصلا باسكت من البدايه وانا صغيره؟ ايه وانا صغيره. وانت انت عندك كام سنه دلوقتي؟ عندي 22. 22 ابتديتي وانت عندك كام سنه؟ صغيره قوي. صغيره. طب بتحبي الرياضه دي، انت اللي اخترتيها اصلا. طب احكي لنا بقى على المنافسه بتبقى ازاي وانت كمان بتلعبي وبتتنافسي على ميداليه، خلينا نعرف منك عشان نحقق حلمنا. وبتقدري بقى حتى لو المنافس بتاعك يعني حد، مين اكتر منافس كنت حاسه ان الماتش بتاعه صعب؟ اسبانيا. اسبانيا؟ وحققت ايه وقتها؟ جبنا الثاني. طب حلو، حلو برضه طبعا. ويعني خلينا نعرف برضو الدكتور دوره ايه بقى معاكي، يعني بيشجعكوا ازاي؟ كان رئيس البعثه طبعا وانتم موجودين في البطوله، ايه اللي كان بيقوله لكم في الكواليس؟ خلينا نعرف منه. ربنا معاكوا وربنا يوفقكم. وكانوا بقى يعني الدفعه المعنويه دي كان موجوده طبعا، طبعا مهمه طبعا. جدا. والتدريب برضو يا دكتور لو تكلمنا عنه لان ده مهم. هو احنا رحلتنا عشان نروح المانيا ابتدت قبلها بسنه ونص عشان نختار المنتخبات. والحمد لله عملنا بطولات على مستوى الجمهورية عشان نختار المنتخبات بتاعتنا، وبعد ما اخترنا المنتخبات بتاعتنا ابتدت الرحلة ستيب 2 كانت بتتعلق باستكمال متطلبات البعثة الورقية، الاستمارات اللي مبعوتة لنا من الأولمبياد الخاص الدولي، بالإضافة إلى أن احنا بنعمل دايما معسكر تجريبي للأولاد للبعثة كلها، بنقدر فيه نشوف الولد هيقدر يعتمد على نفسه اثناء الفتره بتاعه البعثه ولا لا، نموذج معايشه كان احنا موجودين بره مصر، بناخد الولد من اسرته نقعده معانا 3 4 ليالي موجود معانا في اقامه كامله، بحيث ان هو يسافر يتحرك، لان احنا عندنا البعثه فيه اولاد من محافظه اسكندريه، من مرسى مطروح، من اسيوط، من المنوفيه، من الغربيه، كل دول بنجمعهم في مكان فتره معايشه. وكمان بيبقى معانا طبيب للبعثه بحيث ان هو يتابع الحركه بتاعه الاولاد ويتابع التسلسل بتاع الادويه بتاعهم والحاجات اللي زي كده، ونقدر ساعتها نختار الاولاد بشكل تاني. يعني احنا الاول عندنا الفيصل الرياضي، وبعد كده بنقدر نشوف الاولاد في الاعتماد على النفس، وفي كمان الجزء الطبي او الجزء الثالث عشان نشوف الاولاد موقفهم ايه نتيجه بعدهم عن البيت، وكمان معايشتهم معانا عامله ازاي. فالحمد لله يعني السنه ونص دي كانت رحله بتمشي بسلاسه وبسهوله، ولا بيبقى فيها حضرتك برضو بتتعامل في ملف ليه خصوصيه شديده جدا؟ طبعًا بتكلم على ابطال في اولمبياد خاص، يعني لعيبه ولاعبات عندهم ظروف خاصه بطبيعه الحال، وبالتالي محتاجين كمان معامله خاصه. فكره ان هم يبتعدوا عن اهاليهم اللي هو دي الكومفورت زون بالنسبه لهم بطبيعه الحال، ويقعدوا معاكم سواء في معسكر داخلي او في بطوله في الخارج بيشاركوا فيها زي اللي كانت فيها اسماء في برلين، ما بتبقاش
صعوباتها شويه اكتر من الظروف العاديه؟ طبعا. هل بيبقى في مثلا ضروره لوجود الاهالي بتوع اللعيبه ما يكون معاكم بكل ما تحمله من تكلفه اضافيه الى اخره؟ هقول لحضرتك، احنا الحمد لله بنينا جسور ثقه كبيره قوي 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 مع اولياء الامور والاهالي، مبنيه على حاجه بسيطه خالص. انت ابنك موجود معانا وما تقلقش، احنا على تواصل تام معاك سواء جوه مصر او بره مصر. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني، الحمد لله احنا في مصر من التسعينات، فبقالنا يعني ما يقرب من داخلين في 25 30 سنه بنشتغل في المجال دوت، والحمد لله السمعه بتتوارث. فبيجي هنا ولي الامر دوره معانا، احنا عايزينه يساعدنا، يدينا المعلومات الصحيحه عن ابنه، يدينا ابنه بيستريح من ايه، بيحب ايه، بياكل ايه، ممنوع ان هو ياكل ايه، ازاي المكان المناسب ليه، ازاي يقدر ينام براحته. هو طبيب واحد مرافق للبعثه يقدر يتعامل مع هذا الكم من اللعيبه؟ لان احنا هو بيعمل فايلنج لكل واحد. هو ده طبيب كاخصائي نفسي ولا؟ لا، طبيب، إيه؟ طبيب 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 ده غير الاخصائي النفسي طبعا، لان في ادويه. بالظبط يا فندم، لان في ادويه، لان انا محتاج طبيب لان في ادويه، فهو اكتر واحد بيعمل فايلنج لكل حاله لوحدها، وبالتالي بينقل الفايل ده للمدرب، لان المدرب هو اللصيق او هو الملازم للاعب اثناء فتره السفر بتاعته. فمن هنا الحمد لله رب العالمين بتعدي الماموريه بسلام، وولي الامر بيبقى الحمد لله يعني ايه على اتصال مع ابنه، والحمد لله شايف ابنه صوت وصوره. فالحمد لله في يعني في ظل التحول الرقمي وفي ظل البرامج بتاعه الانترنت كلها، الاولاد بتبقى على تواصل تام مع اولادها. فخليني اقول لحضرتك يعني تتويج لده كله واحنا راجعين من المطار، والبعثه اول ما وصلت يعني كانت مفاجاه لطيفه خالص. الحمد لله رب العالمين، شرفنا طبعا باستقبال جميل جدا 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 من معالي الوزيره دكتوره نيفين قباش وزيره التضامن الاجتماعي، ومعالي الوزير الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه، كانوا في استقبال البعثه. دي المفاجاه الاولى. واحنا اول بقى ما الحمد لله بنستلم الشنط بتاعتنا من على السير وبنخرج بره، احنا لقينا بره احتفاليه كبيره جدا. الله، ده المطلوب بصراحه. ابطالها اولياء الامور اللي هم كانوا في الاول شريك معانا في الامر طبعا، فهو جاي الحمد لله لقى ابنه كويس، لقى ابنه بصحه كويسه، لقى ابنه الحمد لله بطل، بطل طبعا، معاه الميداليه بتاعته، الدوله بتستقبله استقبال رسمي. فكل ده خلاص هو كده الحمد لله رب العالمين، المسج وصلت من غير ما حد يتكلم خالص. جميل. الحمد لله رب بس العالمين. ده كان في الفتره اللي فاتت مش دارك قوي يعني، صح. ما كانش في هذا الاهتمام بصراحه، فالطفره طبعا اللي حاصله دي، وحضرتك برضه دكتور باسم يعني تفيدنا لانك معني بهذا الملف، ايه الطفره دي والاهتمام من قبل الدوله ومن قبل المجتمع طبعا، وانعكاسه من الدوله طبعا للمجتمع، والثقافه اتغيرت، ده راجع لايه؟ خلينا نسمع منك. وفي نفس الوقت هل ده راجع مثلا نقول للابطال هم اللي فرضوا نجاحهم على المجتمع، ولا بقى فيه اهتمام من قبل الدولة أكتر، فبالتالي كانت عملية توازنية؟ يعني عايزين نفهم. هقول لحضرتك الحمد لله رب العالمين، يعني حضرتك هو أكتر من عنصر أو أكتر من شريك نجاح في الأمر. عام 2018 سمي بعام ذوي الإعاقة، صحيح، كويس، ودي أول مرة تحصل في التاريخ يعني عندنا. فالملف كله اتفتح، والملف كله طبعا كان لوسائل الاعلام طبعا والقنوات كلها وكل الميديا اللي موجوده داخل جمهوريه مصر العربيه ابتدت تتجه للابطال دول، ابتدت تشوفهم، ابتدت تتابعهم، ابتدت الدوله تفتح لهم ملفات تانية خالص، ابتدت الدوله تحط لهم قوانين، ابتدت الدوله تنظم لهم حياتهم بشكل افضل وبشكل اريح. والمسار من ساعتها لغايه النهارده بيتقدم. في العام ده الحمد لله رب العالمين في 2018 احنا كان عندنا بطوله كاس عالم بنات، كنا في شيكاغو في 2018، ربنا اكرمنا بالميداليه البرونزيه، طلعنا ثالث عالم. خليني اقول لحضرتك ان احنا رجعنا مصر استقبال رسمي، وتم تكريم البعثه بالكامل من فخامه الرئيس بوسام الرياضه من الطبقه الثالثه. هايل. فان لاعب ذوي اعاقه يسافر يلعب بطوله ويرجع، المسج القويه ان هو كده في اهتمام داخل الدوله منه، داخل الدوله بيه. رقم اثنين ان هو ياخد من راس الدوله القياده السياسيه وسام للرياضه قدام العالم كله، فده تتويج تاني خالص. ابتدت كتير من الدول تحذو هذا الحذو، وابتدت تقلد التجربه بتاعت مصر.
يعني انا بقول لحضرتك الحمد لله رب العالمين المسار بالدوت من 2018 وفي تحول كبير قوي. وليه انعكاسات ده على البادجت يعني الشق المالي الخاص بابطالنا يعني الاولمبياد الخاص وغيره؟ خليني اعرف برضو لان ده مهم. الناس بتتساءل وانا وكريم كتير اتكلمنا في الملف ده، يقول لك يعني هم ظروفهم برضو اكيد مش افضل من غيرهم، فبيتطلبوا ان هم يبقى عندهم دخل كمان، مش فكره بس صرف مادي معين على البطولات. من ضمن الملفات اللي اتفتحت كمان ان ازاي توظيف الاولاد دول وازاي تفعيل توظيفهم، لان كان في توظيف قبل كده بس توظيف ما كانش في نسبه ليهم في الدستور طبعا، وكانت غير مفعله بشكل اساسي، واصبح هناك اهتمام كبير طبعا. صحيح. وكمان ابتدت مؤسسات الدوله تاخد مسار تاني في الحديث، ابتدت تعمل مشروعات ليهم، مشروعات تاهيل مهني، ازاي يشتغل حتى وهو موجود في بيته، تعلمه بعض المهارات ويبدا يشتغل، ويبدا بعد ما يشتغل المنتجات دي كلها يتعمل بيها معارض او يتعمل بيها كذا. والابطال دول بيشتغلوا ولا بس بابطال رياضه يعني عشان نبقى عارفين برضه؟ انا بعمل طواقي وبعمل خرس بايدك بقى هاند ميد. ها برافو عليك. الله. وعندك صفحه مثلا بتبيع عليها ولا بتبيع؟ لا عاملاهم في البيت وبتبيعيهم كده يعني على المستوى، يعني فنانه مش بس بطله رياضه يعني. فابتدى الملف ينعكس، ابتدى كمان الاهتمام يختلف. ده على مستوى الاولاد. المستوى الثاني كان المؤسسات، ابتدت النهارده في كتير بقى من شركات الرعايه او الشركات اللي بتدعم هذا النشاط، لان طبعا احنا كنا 109 لاعب ولاعبه ومدرب واداري مسافرين المانيا، قعدنا اسبوعين على نفقه ايه؟ رعاه سبونسر. سبونسرز انتوا كويس ان في رعاه اصلا. طبعا طبعا. انتوا اللي وفرتوهم ولا الاتحاد ولا؟ لا الحمد لله رب العالمين بعقود شراكه معاهم، يعني احنا عندنا اكتر من عقد شراكه مع مؤسسات كبيره جدا جدا بتعمل وبتخدم كويس. بتخدم النشاط بتاعنا زي ان جي اوز يعني او حاجات زي كده؟ لا لا مؤسسات يعني مؤسسات عامه. لا يعني مؤسسات المؤسسات حتى لا يكون اعلان، منظمات غير هادفه للربح يعني. لا 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 خالص، مؤسسات كبيره منها مؤسسات بتعمل في مجالات اتصالات، مجالات بس كويس ان بقى في دعم من الرعاه للفئه دي من الابطال. احنا بنتكلم على الابطال مش بنتكلم على اللعيبه والسلام. دعم مالي كبير جدا والحمد لله رب العالمين. وفي مؤسسات تانية يعني مؤسسات تابعه للدوله بتخدمنا، يعني وزاره التضامن الاجتماعي اصدرت لنا قرار وزاري ادتنا دعم مالي بحيث ان هي تسهل لنا امورنا شويه في ظل طبعا الاوضاع اللي احنا موجودين فيها. رقم اثنين اتحادات رياضيه كتير جدا جدا مدت لنا ايديها، اتحاد الهوكي ادانا ادوات فور فري عشان نطلع نشارك بيها ونمثل اسم مصر، والحمد لله رجعنا فريق الهوكي بميداليه فضيه. يعني هنا طبعا بوجه شكر للاستاذ شريف كمال رئيس الاتحاد على دعمه وتواصله معانا وخدماته اللا محدوده معانا. جميل. اتحاد الدرجات نفس الحكايه، السيد الاستاذ وجيه عزام ادانا برضو دعم لا محدود من اتحاد الدرجات لينا عشان نقدر نسافر ونمثل مصر بشكل لائق بينا. الحمد لله جايبين ميداليات في الدرجات، ودي حاجه يعني كانت لاول مره في تاريخنا ان احنا نعمل الطفره الجميله دي في رياضه الدرجات باولاد ذوي اعاقه ذهنيه. فخليني اقول لك ان المنظومه كلها بتتكامل وبتتشابك مع بعض والحمد لله رب العالمين، عشان كده في انجاز. جميل. طيب اسماء تعالي بقى نعرف منك، انت كنت في الرحله الاخيره في برلين صح كده في المانيا، سافرتي بطولات ايه تاني غير سافرت ابو ظبي وجبت مركز اول. الله. رحت المانيا برضه وجبنا مركز تاني. طب بعيدا بقى عن الماتشات اللي انت لعبتيها والمنافسه، اتفسحتوا رحتوا جيتوا، يعني كانت الرحله حلوه لطيفه انبسطتي فيها؟ بيبقى في برضه انشطه ترفيهيه ليهم او حاجه الى جانب المنافسات؟ هو طبعا الاولمبياد الخاص من المميزات بتاعته ان هو بيعمل زي فتره حاجه برنامج اسمه برنامج المدينه المضيفه او الهوست تاون. اول ما بنوصل ما بنخشش على طول في المسابقات والافتتاح الرسمي والمسابقات بصراحة. احنا بناخد ثلاث ليالي في الاول خالص، عباره عن ان احنا بنقعد في في في, في المانيا، بنتفرج على الاماكن اللي احنا موجودين فيها، بنزورها، بنتاقلم شويتين مع الجو، بتعمل لنا بيتخصص لنا اماكن تدريبات وفق كل رياضه مختلفه بحيث ان الاولاد تتعود على الجو وتتعود على الشكل العام بتاع المكان اللي هيبداوا بعد كده يلعبوا منافسات فيه. فبتبقى فيه زي دعم من كده نفسي يعني بشكل اخر عشان الاولاد تبدا تتعود على المكان اللي هتلعب فيه. بما انتوا بتروحوا يعني دول متقدمه زي المانيا ومتقدمه جدا طبيا كمان، واحنا بنتكلم عن ان احنا مسافرين ببعثه فيها ابطال وبطلات عندهم ظروف طبيه طبعا، يعني هل مثلا في حال سفركم لبلد زي المانيا او انجلترا او امريكا او كذا، هل ممكن تستغلوا الفرصه دي ويبقى في تواصل ما مع متخصصين في مثلا نوع الاعاقات او المشاكل اللي عند ولادنا وبناتنا بالمره، ما احنا هناك كده كده، فاهم قصدي ايه؟ هي الـ الاستفاده هناك مدعمه
بنفس الفكره بتاعه حضرتك في اتجاهين. الاتجاه الاولاني في حته تبادل الثقافات او في تبادل المواقف المشابهه اللي بيتعرض لها كل برنامج من برامج الاولمبياد الخاص في دولته، وبنبدا نعرف الحديث من عندهم، وبنقدر نعرف ازاي هم بيتغلبوا على المواقف دي، وازاي بشويه بناخد منهم ما يتناسب معانا في طبيعه مجتمعنا. الجزء الثاني احنا على هامش الالعاب بتاعتنا في برنامج صحي. البرنامج الصحي ده بيكشف على كل اللاعبين الموجودين. البعثه بتاعتنا الرياضيين بتوعنا كشفوا على النظر، وفي منهم خدوا نظارات نظر ونظارات شمس. كشفوا على السمع، وفي منهم الحمد لله السمع بتاعهم كويس وما فيش ادنى مشكله. في منهم خدوا سماعات طبيه. كشفوا على الاسنان، كشفوا على صحه القدمين، كشفوا على اللياقه البدنيه بتاعتهم. كشفت على المانيا الكلام ده؟ كل ده. كشفتي على ايه؟ على عينيا ادوني نظاره. اوكي. وعلى ودني كمان. قالوا لازم. كويس. حلو. يعني هي 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 منظومه متكامله. بتبقى فرصة ان الاولمبياد الخاص يقول للعالم كله احنا بنهتم بصحتهم عشان يقدروا يمارسوا رياضة. بس الاختبارات دي اللي كشفتوا عليها ملاش علاقة باصل الاعاقة يعني. خالص خالص. طيب انا بقى لا فهمت السؤال كريم. المشكلة الاساسية المشكلة الاساسية بتاعت الاولاد والتدخل فيها هو الولد ذوي الاعاقة النهاردة. خلينا نقول ان هو في ابسط تعريف ليه هو عنده العمر العقلي اقل سنا يعني. اقل من العمر الزمني. سنه مثلا 20 سنه. أوكي. 22 سنه. انما عمره العقلي اقل شويه وفق درجه ده بقى ملوش علاج مثلا في دول مختلفه. لا هو الدمج في المجتمع، هو الدمج الاولاد دول في المجتمع ان هم ده العلاج المتبع عندنا ولا ده علاج عالمي بتتبعه كل الدول اللي ابنائها بيعانوا من المشكله دي؟ هو الدمج هو احدث حاجه موجوده على مستوى العالم للاولاد من ذوي الاعاقه الذهنيه. الفريق بتاع الباسكت بتاعنا دوت، وعندنا فريق التنس كمان. فريق بتاع الباسكت كان الاولاد موجودين فيه، عندنا 5 بنات من الاولمبياد الخاص، وكان عندنا 3 بنات لاعبات كره سله عادي خالص اسوياء. كانوا بيلعبوا معانا في التيم وكانوا بيتمرنوا معاهم، وكانوا اثناء الماتشات 3 اولاد من الاولمبياد الخاص موجودين في الملعب، واثنين موجودين من دون الاعاقه او من الاسوياء موجودين داخل الملعب، مدموجين معاهم في المجتمع، نفس الاكل، نفس الشرب، نفس المواصلات، نفس اللبس، نفس كل حاجه. كويس. نفس كل حاجه، كل التيم حاجه واحده. هو ده اللي مرجعهم شويه مرفوعين الراس، هو ده اللي مرجعهم شويه واثقين في نفسهم، هو ده اللي محسسهم بالانجاز اللي هم قدروا ان هم يوصلوا. هو يمكن ده محقق على الارض فعلا. وعايزين نشكر كمان طبعا بجانب حضراتكم المسؤولين عنهم طبعا بشكل فني او في الشق الرياضي، كمان الاهالي بصراحه، لان هم حقيقي ليهم دور كبير جدا طبعاً. وزمان كانت الثقافه لو انا خاف على ابني او بنتي ومش عايز اعرضه للمجتمع، وده كان بيزيد من او بيزيد الامر سوءا. لكن دلوقتي بقى فيه مع اهتمام الدوله وتغيير الثقافه في طمانينه من عند الاهالي. طبعا عايز اشكرهم بصراحه انا وكريم، لان هم البطل الحقيقي بجانب الابطال بتوعنا. بصي اسماء الوقت بيجري، فاضل 2 دقيقة، حابين طبعا نستغل برضو وجودك معانا ونسمع منك. انت دلوقتي بطله مصريه ورفعتي اسم مصر في محافل دوليه او اماكن في العالم كتيره، وانت احسن من ناس كتيره جدا بالمناسبه يعني. الله يخليك. فلا دي بجد. فعايز اعرف بقى ونسمع منك دلوقتي، الناس اللي بتسمعنا وجماهير النادي الاهلي والعالم كله، اسماء عايزه ايه قدام؟ عايزه تكملي تبقي ايه؟ عايزه تشتغلي ولا عايزه تبقي بطله رياضيه وتكملي؟ يبقى رياضية. نفسك في ايه؟ رياضيه. تكملي بطلة رياضية لغاية لما تكبري بقى. طب وبجانب ده عايزة تشتغلي تبقي بيزنس وومن، سيدة أعمال مثلا، بالبيزنس بتاعك اللي انت تتكلمي فيه الحلو ده؟ ممكن أعمل قرص، أعمل طواقي، حاجات من كده. وتعملي بقى صفحة ساعدوها، تعمل صفحة وحاجات كده عشان تبيع كمان على مستوى. احنا كده كده عاملين مراكز للتأهيل المهني. على مستوى المحافظات الماتيريال او الخامات دي احنا بنوفرها لهم، وبعد كده بناخد الحاجات دي وتبيعوها بقى. ونبيعها بس طبعا يعني هي بشكل رمزي الاكثر والاقل. كل اشكال الدعم الحمد لله رب العالمين يعني. حقيقة. الفكره نفسها فكره ان هو يبقى مشغول، لان هو عنده 24 ساعه ما عندوش فيهم شغل. ما عندوش فيهم طاقه. هيخرج الطاقه فين؟ صح. موفقين يا رب دايما وناجحين دايما. شكرا يا فندم، نورتوا الدنيا. نورتونا حقيقي، وان شاء الله نشوفك بطله كمان في اللي جاي. والبارالمبيات اخبارها ايه؟ ده اخر حاجه هنطلق ليها.
ان شاء الله رب العالمين. طبعا مصر ابتدت يعني في ملف من فتره طبعا طويله استعدادا للملف لباريس 24. وخلينا نقول ان اول حاجه يعني تم تاهيل في لاعبين من مصر في اتحاد الشلل الدماغي في رياضه كره البوتشا, تم تاهيلهم بالفعل الحمد لله رب العالمين ان هم يلعبوا بطوله باريس البارالمبية القادمة إن شاء الله. بنرسم لهم كل التحيات من خلال برنامج حضراتكم, وبنتمنى طبعا التوفيق لكل الرياضيين البارالمبيين خلال الفترة القادمة بإذن الله. بشكركم على وجودكم معنا, نورتونا. شكرا أسماء, ميرسي جدا نورتينا, ومبروك الميدالية الجميلة اللي انت حققتيها, ونشوفكم على خير إن شاء الله. شكرا يا فندم. شكرا يا دكتور باسم, وشكرا ليك يا أسماء. وزي ما كريم يقول موفقة إن شاء الله, موفقين شاء الله. ونشوفك بطلة ونستضيفك مرة تانية لو في بطولة تانية حبيبتي إن شاء الله. روح فاصل ونرجع نكمل, خليكم معنا.